أسوان مدينة جميلة بالنيل والهواء تبع أسوان، نظافة الهواء. قد إيه هنا في طاقة إيجابية في المدينة، يعني النيل والناس الطيبين. فعلا النيل حتى في أسوان في الجنوب مختلف عن نيل القاهرة. أنا من مدمني أسوان أو من عشاق أسوان يعني، فبالتالي بحب المدينة قوي، بحب ناسها قوي، بحب أثرها، وبحب كل حاجة فيها. أنا بقول من أجمل مدن العالم لأني سافرت كتير وشفت كتير. بصراحة أسوان عريقة في تاريخها، سعيدة جدا بوجودي في هذه المدينة الجميلة جدا، يعني جميلة شكلا وشعبا. برشا أماكن شفتها عجبتني على الآخر، لكن أسوان اليوم أبهرت حقيقة بالمناظر الخلابة، روعة روعة روعة. يعني أنا مبسوطة جدا إن أنا موجودة هنا، أنا بموت في أسوان أصلا يعني. شمس الأصيل، شمس الأصيل ذهبت خوص النخيل، يا نيل تحفة قمت صورة، تحفة قمت صورة في صفحتك يا جميل، في صفحتك يا جميل، في صفحتك يا جميل، يا جميل، يا جميل.